من 10,000 إلى 15,000 ريال. ريال؟ اي نعم. طيب عطني بارود كذا نادر وحلو الحمراء يجي معه هذا قرار من الداخلية عندك. نعم. كم سعر الطلقات؟ الدست بكم في شق الشوزة؟ الدست يا طويل العمر ب 75 ريال. كم؟ 75 ريال. كم؟ 75 ريال. يا سلام. تسمعون يا شباب؟ يقول الدست ب 75 ريال. الله يديم ان شاء الله الرخص، الله يديم الرخص. كيف نشتري حتى؟ خير. سيد بالنور والسرور. اسمه كريم؟ احمد الدعيجي. احمد انت طلعت تصريحك؟ الله الله. كم قطعة؟ 5 قطع. هذا تصريح. وين اللي انت شريت؟ شوفت عيني. ما شاء الله تبارك الله في شقهن الله 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 يعطيك العافيه رخص الله يديم الرخص اي والله الله يديم الرخص غالي ولا رخيص بقول بلاش لا الله الله بلاش ناس بالنسبه للاسعار كنا نسمع اخو بلاش اي والله الله يعطيكم العافيه وموفق خير ان شاء الله جد هذا جوه هذا جوه لا صدق وش هالكراتين يا ابو ذا هذا جايين فازعين لهم الشباب هذا وش ذا سام هذه براونينج اللي مبطنين جفت كم سعره تقريبا قيمته 12 تقريبا الاسعار ما بعد حددوها الشباب الى الان لكن تقريبا يقول هذه ام بطنين وش اسمه بطنين شوزل شركه براونينج الحين عند سوبر بانيلي انت طلعت تصريح اي نعم طلعت تصريح طبعا شريت ابي اشتري طال عمرك براك يقل 3 كم سعره سعرها 15000 ريال اي نعم وش بعد لك 5 اسلحه اي نعم لي 5 اسلحه في عندك مانشستر في عندك بريتا في عندك انواع يعني كم اسعارهم ذولي اسعارهم هنا طال عمرك فيها البنلي ماركات فيها قطعه من 200 سعرها 25 ليمتد اي هذا الليمتد الليمتد 2 في اسعار بعضهم اللي هي بلاك ايجل 3 و2 في بعضهم اللي شو اسمه لكن بحر ال 15000 ريال اي نعم 15 الى 25 من 15 الى 20